سلو ولا صفوف انا بالنسبه لي هو واحد الكنز اللي كيعرفوا يديروه غير المغاربه باسكو هو سيت ان غوبا اللي سبيسيال ماروكان ما كنلقاوش في شي بلد اللي هو اخر. الوغ الصفوف نقدروا نستغلوه لان عنده واحد لامبورطونس نوتريسيونيل، يعني خصو بالنسبه لي يكون غذاء على طول السنه ماشي غير في رمضان. هو واحد الغذاء اللي كيصلح للبنات الصغار في النمو، اللي كيصلح للنساء في فتره ديال سن الياس، اللي كيصلح في فتره المراهقه، واللي كيصلح كذلك في رمضان. مي كي بحال الحريره نحاولوا نخدموا عليه باش نحسنوا من داك لو روندمون ديالو على الصعيد التغذيه. يعني مثلا نسلو بلاصه ما نديروا فيه طحين نديروا فيه قمح الشعير ولا قمح الذره ولا كاريمون نديروا فيه لافوان، يعني اللي هو الخرطال. الوغ سلو كيحتوي على الزنجلان وكيحتوي على اللوز. الوغ الزنجلان واللوز فون بارتي من لو بون غرا، هما غنيين بالاوميغا 3، غنيين بالكالسيوم، غنيين بالحديد. الوغ نحافظوا لهم على المكونات ديالهم، يعني ما نقليوهمش، ما نحاولوا نطيبوهم في، يعني نحمرهم في الفران، نصوبوهم بواحد الطريقه اللي هي صحيه. وبيان سور باش مرضى داء السكر يقدروا يستفيدوا من هاد الاكله المغربيه اللي هي جد غنيه، ما نستعملوش فيها السكر، نستعملوا فيها كميه قليله من العسل، وما نستعملوش فيها الزبده، ونعوضوا هاد الزبده اما بزيت الزيتون ولا بزيت ارغان اللي هما واحد لا سورس امبورطون ديال لي اوميغا 9. لي اوميغا 9 اللي كيتحكموا بزاف في داء السكري.